مستمعينا العظام في إذاعة الشرق الأوسط، رجعت لكم مرة تانية في لقائنا الأسبوعي علشان يا وفاء أخدكم كلكم في رحلة تانية من رحلات تاريخنا العظيم، ونغوب كده فيها في سراديب وفي دهاليز هذا التاريخ العظيم اللي بنستفيد منه كل وقت حتى في حاضرنا، ونستطيع أيضا أن احنا نستشرف بإذن الله أشياء ممكن تحدث في الوقت القادم، ونستطيع أيضا أن احنا نتعلم من تاريخنا لكي لا نعيد أخطائنا. التاريخ عنده عادة بأن هو بيعيد نفسه بامتياز يا وفاء. في أحداث بتحصل في التاريخ وقرأنا عنها وذكرناها ودرسناها ولقيناها بتتكرر بشكل أو بآخر، وبالتالي دي استفادة تانية ممكن نستفيد التاريخ في حتة ان احنا نشوف ازاي اجدادنا العظام سواء على فكرة كانوا مصريين او غير مصريين ازاي اتصرفوا في هذا الموقف، وبالتالي نستطيع ان نستفيد من هذه القصص الجميلة والحقيقية والتي حدثت على ارض الواقع. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هاخدكم في رحلة مختلفة شوية. احنا بنتكلم عن التاريخ ما قبل توحيد القطرين، بنتكلم عن حضارات وثقافات ما قبل الهرم وما قبل المسلات والهيروغليفيات والكتاب عامة، والعديد والعديد من الوظائف والأعمال اللي تاريخنا العظيم مليان بها. اتكلمنا عن الفترة اللي غزا فيها مصر اليونان، وتكلمنا عن البطالمة في الإسكندرية وفي غيرها، وتكلمنا عن الرومان والأباطرة، وتكلمنا عن الحضارة الإسلامية وعظمة والعلماء وجهابذة دولة الإسلام اللي وصلوا بيها في مصر وبغداد وفي الأندلس وغيرها من البلاد العظيمة إلى أعلى درجات والأدب وأعلى درجات كمان القوة، لأن التاريخ أيضا يا وفاء بيعترف بالقوي قبل أي حاجة. والقوي هنا أنا بتكلمش فقط عن القوة العسكرية، قوة الجيوش أو الذكاء التكتيكي والاستراتيجيات التكتيكية في الحروب، لا، ده أنا كمان بتكلم عن قوة العلم والتعلم، ومن هنا العقيدة، العلم، العمل، آدي ثلاثة من أهم زوايا أي حضارة في الدنيا. وبما ان الثلاث زوايا دول توافروا في عديد من فقرات تاريخنا العظيم، فبالتالي نستطيع ان نقول ازاي حضارة زي الحضارة الاسلامية وصلت الى هذه القمة. لو قدرنا نذاكر وندرس هم عملوا ايه علشان يتبوأوا عرش الحضارات، من الممكن جدا ان انا افكر واقول طيب ما انا اشوف الدرب اللي هم مشيوا فيه والطريق اللي هم مشيوا فيه، واشوف ازاي انا اقدر امشي على خطاهم وعلى اثارهم واعمل الحاجات الحلوة اللي هم عملوها، بل كمان ممكن اتفوق على اللي حصل في الماضي. النهاردة هاخدكم في رحلة عنوانها الرانك، جمعها الرنكات. ايه الرنك وايه هي الرنكات، وفي اي عصر هذه الرنكات بدأنا نشوفها؟ يلا بينا جاهزين. الرنوك وظهورها في العصر المملوكي. نعرف يعني ايه الرنوك وازاي ظهرت في العصر المملوكي. زي ما اتفقنا وفاءت يعني اهتم عدد كبير جدا من العلماء في الغرب وعن في كل حته بحكايه الرنوك الاسلاميه ديت. والرنوك الاسلاميه ده عنوان عمله عالم اجنبي اسمه مير او ماير. ماير والرنوك الاسلامي.
أجنبي اسمه ماير أو ماير، وهو بيقول لنا حاجة لذيذة قوي أضاف لهذه المعلومات، معلومات عظيمة. بيقول إن الشارات والرنوك ديت بتبقى ملازمة لأصحابها حتى إذا اتغيرت الوظائف بتاعتهم بعد كده. اللي بيحصل بقى إن إشارة الوظيفة التانية تضاف إلى جانب الشارة أو الرنك أو الرنوك بتاعت الوظيفة الأولى. والموضوع ده قعد مستمر لحد القرن الثامن الهجري اللي هو الرابع عشر الميلادي. والحقيقة في كتير من الأحيان الأمير بيحمل الشارة أو الرنك الأمير اللي اشتراه. انتوا عارفين ان المماليك كانوا بيشتروا، يعني كان بيتباع ويشترى. ففي كثير من الأحيان كان الأمير بيحمل الشارة أو الرنك بتاع الأمير اللي اشتراه أو اللي كان بيملكه. ويعني ماير بيقول لنا ان هو من اقدم الرنوك اللي عثر عليها على عتبة ضريح الشيخ الياس في غزة، وهي بترجع ل 671 هجرية. الأمير الأكبر، ما هي فصل يعني إيه أمير أكبر؟ لو ترجمت أمير أكبر لحاجة معناها في العصر الحديث تبقى إيه؟ في لقب من الألقاب اللي كانت موجودة وكان اسمه الأمير الأكبر. الأمير الأكبر ده كان وظيفته هامة جدا يا جماعة، وكان وظيفته حساسة للغاية، وهو كان بيشغل قيادة الجيش، يعني القائد، قائد الجيش أو القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقت العصور المملوكية، وكمان في العصر الأيوبي من قبل كان الأمير. وعلى فكرة الرنك بتاعه كان عبارة عن حضوة الفرس أو حضوة الحصان، ووجد مثيل لها على قطعة خزف عندنا في مصر، اتوجدت في الفسطاط، أول عاصمة إسلامية في تاريخ مصر، وهي موجودة في متحف الفن الإسلامي اللي احنا منتظرين وفاء ان هو يفتتح، لأنه بيحوي العديد والعديد من الآثار الإسلامية العظيمة. وكان للأسف الشديد اتأثر بالانفجار بتاع باب الخلق، ولكن تم ترميم الآثار بشكل جميل جدا، وأنا رحت الحقيقة وتم دعوتي هناك وشهدت العمال المصريين العظام والمرممين الشباب والكبار في هيئة الآثار بيشتغلوا بشكل عظيم جدا. أشكرك يا وفاء، وأشكر كل مستمعينا. النهاردة كانت رحلة متميزة ومتفردة، رحلة مع الرنوك الإسلامية. دائما وأبدا ببحث لكم عن ما هو جديد في عالم التاريخ وعالم الآثار علشان نقدر نستفيد من تاريخنا التليد العظيم. إن شاء الله انتظروني الأسبوع القادم بمزيد من المعلومات ومزيد من التوثيق لحضارتنا العظيمة. وأيضا يا وفاء أحب أقول للجميع أن هذه الفقرات بتتسجل عن طريق المتطوعين اللي عندي، ربنا يبارك فيهم، وبينزلوها على اليوتيوب باسم الإذاعة، وبالتالي نستطيع ان احنا ننقل المعلومة لأكبر عدد من الناس. يا وفاء أشكركم شكرا جزيلا على هذه الإطلالة وعلى هذه النافذة التاريخية الجميلة اللي انتوا بتتحيها لي وإذاعة الشرق الأوسط بتتحها لي. شكرا وإلى اللقاء. ودي كانت رحلتنا مع رسام الشماع والرنوك الإسلامية، وكل أسبوع ومعلومات إضافية جديدة وألفاظ جديدة ما نعرفهاش عن تاريخنا القديم. كان قبطي، كان إسلامي، كان فرعوني. مرسي لرسام الشماع مؤرخنا المصري وكاتب المصريات، ومستنيينك بكل جديد الجمعة الجاية إن شاء الله.